يقفل بقى يا لذيذ. لما جو يقول ما تقوله يقفل. اقفل يا لذيذ. ستوب ولا سنوز؟ سنوز. قد ايه؟ 5 دقايق كده بس. هتتأخر على الشغل. لذيذ 5 دقايق بس اجمع نفسي كده وهقوم. مش هتفرق. اقفل بقى يا لذيذ. ما تقوم بقى وتخلصنا. حاضر خلاص انا قمت يا لذيذ. اوكي. بص يا يوسف مش هينفع كده. مش كل يوم بقى هصحى معاك من بدري كده. حبيبتي في ايه بس؟ انا لازم اصحى كل يوم بدري عشان اروح الشغل. اعمل ايه طيب؟ ماليش دعوه بقى. شوف لك اي اوضه تانية تنام فيها. حاضر يا ساره هشوف اي اوضه تانية وهنام فيها. والله يعني انت بقى بتستسهل وكده؟ عايز تسيبني انام هنا لوحدي وتروح تشوف لك اي اوضه تانية تنام فيها؟ لا انت فعلا معاكي حق ما يصحش. انا هغير صوت المنبه وهوطيه وهنام معاكي في نفس الاوضه. حاضر. ايوه كده مش تختار السهل. طب انت قافشه ليه طيب؟ في حد امر كده يبقى قافش يوم عيد جوازه؟ ايه ده؟ هو انت فاكر ان النهارده عيد جوازنا؟ هو انت متضايقه ان انا ما نسيتش ولا ايه؟ ما انا يوسف بصراحه كده من ساعه ما حملت وانا دايما بقعد اعيط من غير سبب، فما صدقت بقى كنت مستنيه السبب ده عشان اعيط عليه. قلت اقفل يا لذيذ. انت قلت سنوز. يا عم انا اسف اقفل خلاص. اوكي. اجمدي بقى ما تعيطيش دي خلاص هانت. انا ما بعيطش اصلا. اعمل لي بقى مفاجاه النهارده. ايه؟ عامل لك مفاجاه بقى بس مش هينفع اقولها لك ما انت عارفه السيستم. ان شاء الله يا رب المفاجاه ما تعجبنيش. ساره هو انت بتتبسطي لما بتتضايقي؟ طيب يا حبيبتي ربنا يقدرني ان شاء الله واعمل لك مفاجاه حلوه تزعلك جامد ان شاء الله. طيب انا فقت بقى وهقوم دلوقتي اعمل فطار. طب لا خليك انت مرتاحه النهارده وانا اخلي لذيذ هو اللي يعمل لي. انا اصلا ما كنتش هعمل لك معانا كنت هعمل لنفسي بس لان انا قافشه عليك. طب خلاص خليك انت النهارده مرتاحه وانا هخلي لذيذ يعمل لي ويعمل لك. ماشي ماشي. لذيذ بقول لك ايه، تعالى انا عايزك تفكر لنا بقى في مفاجاه حلوه جدا وتزعلها جدا. ها اوكي يلا بينا. يا الله على تكسير الظهر. بونجور باشمهندس يوسف موجود؟